بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج مفاتيح من قناتكم قناة القرآن الكريم. إذن مشاهدينا، مواصلة ومرافقة للأولياء والتلاميذ والطلبة في هذا الأسبوع للامتحانات المصيرية، قناة القرآن الكريم أيضا تخصص هذا البرنامج برنامج مفاتيح لمرافقتكم، لمرافقة الأبناء، لمرافقة الأولياء، يعني تحضيرهم لما هو آت للامتحانات المصيرية. موضوع اليوم سيكون نصائح وتوجيهات للأولياء، للأبناء، للتلاميذ، للطاقم المدرسي أيضا والمرافقين لهؤلاء خلال امتحاناتهم المصيرية، امتحاناتهم الهامة. نسأل الله التوفيق والسداد لجميع أبنائنا، لجميع الطلبة والممتحنين بحول الله. إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، أتشرف بالترحيب بضيفي الكريمين. على يميني الأستاذ عمار رقبة الشرفي، السلام عليكم أستاذنا، أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذنا الفاضلة، ونتشرف أن نكون مع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله أن نستفيد ونفيد. أمين يا رب العالمين. وعلى يساري أسعد بالترحيب بالأستاذ عادل الحبيب عن العلم الاجتماع، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة القرآن الكريم في هذا الفضاء المجتمعي بامتياز. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا، أرقامنا الهاتفية أيضا تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى حتى تشاركونا تجاربكم. نتذكر هكذا سنوات البكالوريا، سنوات التحضيرات، وأيضا نصائح ربما قد نقتنيها منكم، نصائح للمقبلين على هذه الشهادة المهمة، هذه الخطوة المهمة في حياة كل الأبناء. إذن أستاذ عمار رقبة الشرفي، لطالما كان طلب العلم عزا وشرفا وعزيمة أيضا، لو تحدثنا عن هذه النقطة أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشد على أيدي إخواننا وأخواتنا في هذه الأيام، يعني وهم مقبلون على الامتحانات، وهي امتحانات خاصة من نوع خاص، يعني لأنه احنا في أساس حياتنا ممتحنون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم. فأصل خلقتنا في هذه الحياة أننا نمتحن بالفقر والغنى، نمتحن، نعم، لأنه حتى يمحص الله الحق والباطل، حتى يختار الله أولياءه من أعدائه، حتى يكون عدل، يعني يوم القيامة أن كل إنسان أخذ نصيبه في هذه الحياة من هذا الامتحان ليرى الله حسن صنيعه. الآن أبناؤنا في هذه الأيام مع امتحان خاص، وهو امتحان العلم، ويكفي شرفا أنهم يمتحنون ويأخذون غمارة، لا أقول معركة كما يعني يسوق لها في كثير من الأحيان، وتؤثر على نفسية هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا البنت التي تدخل هذا الامتحان، وإنما يمتحنون امتحانات يعني نعرفها سنتحدث عنها. لكن النقطة الأساسية التي أريد أن أحكي عليها، وهي أن أبناءنا يتعاملون اليوم مع العلم، وأكرم به، ويعني أكرم به من شرف، يعني أنه الآن نحن نحكي على العلم، هذا الذي لم يطلب الله تبارك وتعالى من نبي أن يستزيد من شيء استزادته من العلم. وطبيعا الإنسان يولد جاهلا ثم يتعلم، وقد قال كما في الأثر الشريف العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وقلنا لم يطلب الله من نبيه شيئا يستزيد منه سوى العلم، لأنه العلم أساس كل شيء، يعني حتى إيماننا بالله تبارك وتعالى منطلقه العلم. يعني فالإنسان لا يقبل عمله بجهل، وكذلك لا يكلف من دون علم، حتى أن الله في هذه الرسالة التي أكرمنا الله بها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني رسولا، الرسول المهمة الأساسية هي التعليم، إنما بعثت معلما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فاستحضار هذه النية عند الوالدين أنهم تركوا أبناءهم ليتفرغوا للعلم مع احتياجهم لهم في البيوت أو في العمل، إنفاقهم في سبيل أن يتعلموا، هذه أيضا نية أخرى، يعني أنه ضحوا أنفقوا في سبيل الله، يعني إنفاقك على ولدك ليتعلم هو في سبيل الله،
لأنه يتعلم هذا ينفع نفسه وينفع أمته وينفع دينه ويفيد هذا العلم في الآخرة. فاستحضار هذه النية يعني ينبغي أن يكون أننا في غمرة العلم، وهذا الشرف ينبغي أن لا يكون مقرونا بامتحان. احنا يعني هذه النقطة ثانية مهمة جدا، هي أنه علينا أن نفهم أنه أنا أطلب العلم وأتشرف بالعلم بعيدا عن الامتحان الذي قد أنجح به كنجاح دنيوي كشهادة أو قد لا أنجح، لكن المحصلة الأساسية يعني هي العلم وليس الامتحان. أنه كثير من الناس ربما يعني بالغش قد يحصل علامة مرتفعة، لكن هل حصل العلم؟ يعني لكن ربما يحصل، ما أكثر الشباب اللي حصلوا معلومات كبيرة جدا لكنه في الامتحان لم يوفق لمرض، ما أكثر من يمرض في هاته تحت ضغط، لأنه نفسيا يكون متحضر للمرض. يعني فهاته لهذا من أساسيات العلم، حتى ندخل في جو الامتحانات يعني بعد قليل، من أساسيات العلم أن يعلمك كيف تتعامل مع الفشل. لأن احنا حتى في ترتيباتنا هذا من أخطر ما نعلم به أو نوصله لأبنائنا، أننا نتعامل معهم بالنجاح ونخطط للنجاح. جميل. لكن للأسف لا نخطط بين قوسين للفشل، لا نخطط للسقوط، لا نخطط للتدارك. يعني كل الآباء لا نحسب حسابه. نعم، كل الآباء أن يحكي على أنه ابنه تأتي بكالوريا أي علامة أي تخصص، لكن لا نجد شخص يجلس مع ابنه أنه الآن أنت تقدم ما ينبغي عليك، تحضر وتتهيئ نفسيا وتتكل على الله وتأخذ بالأسباب وفي عوامل إن شاء الله سنحكي عليها. وأن يحسسه أيضا أستاذ بفضل طالب العلم. هذا اللي قلت، أنه عندما تكون النقطة الرئيسية أنه أنت الآن طالب العلم، يكفيك شرفا، يكفيك شرفا ما يحيط بالعلم. هنا يعني الآن مع الامتحانات حين ربطنا العلم بالشهادة، يعني الحقيقة أنه حجرنا واسعا. يعني كان العلم قبل أنه أتعلم العلم، أتعلمه لأنتفع به دينا ودنيا، أتعلم العلم لأنقله إلى أجيال قادمة. نعم، هذه الشهادة وسيلة لتنقلني إلى مرحلة أخرى طبيعي، يعني هذه المسارات يعني الموجودة في حياة الناس هذا شيء طبيعي، حتى يكون فواصل ويكون تفاضل وغير ذلك. لكن الأساس الحقيقي هو العلم وأثر العلم، لأنه حتى الآن في تقييمنا، ويؤسف له أنه في كثير من مدارسنا وكذا، أنه يكون التقييم على المعلومة وليس على السلوك، يكون على المعلومة وليس على أثرها، يكون على التقييم الآني وليس على التقييم السنوي. ويعني هذه ملاحظات ينبغي أن تكون موجودة عند أبنائنا. يعني ابنك، أنا نتمنى أن يجمع بين الأمرين، أن ينجح ينتقل إلى السنة الأخرى بمعدل مرتفع ويحصل قيما مثلى في الأخلاق والتربية والعلم وكذا، لكن إذا تعارض والله القيم هي التي يعيش بها وهي التي يحيا بها وهي التي ينقلها. لأنه الآن باش نكونوا، ليس استهانة بالامتحانات، لكن الآن الطالب عبر مساره قد يمر يعني أضعف الإيمان، يعني يمر ب خلينا نحسبها 30-40 امتحان ربما في مرحلة التمدرس ابتدائي متوسط ثانوي. نحكي 3 امتحانات كل سنة حوالي 10 سنوات، يعني أقل شيء عنده 30-40 امتحان. فليس الهدف هذا الامتحان، إنما ما يحصل في هذا الامتحان من حيث السلوك. كنا في عهد سلفنا الصالح كان يقول كنا إذا حفظنا حديثا قيدناه بالعمل، يعني هذاك المعنى العظيم بالتطبيق. يعني الآن أنا أتمنى أن تكون عبر مدارسنا مراجعة شاملة للقيم التي غرست، للأفكار التي يعني خرج بها التلاميذ، للأثر الحسن الذي انعكس بتقييم من الوالدين، تقييم من المدرسة، تقييم من المجتمع، خاصة مرحلة الثانوية شبابنا محتاج ومتعطش. يعني في كل مرحلة، في كل مرحلة يعني معناها توجد قيم خاص بها. يعني نعم تزداد صعوبة عندما نصل إلى مرحلة الثانوية، لأنه يصير الشاب والفتاة يعني عنده استقلالية وعنده قرار وينتقل من مرحلة إلى يعني إلى مرحلة في البكالوريا، سينتقل إلى يعني مجتمع الجامعة، هو مجتمع أكبر من الثانوية. لابد أن يهيئ نفسيا، يهيئ أيضا أخلاقيا، لابد له أن يهيئ. هل يوجد عندنا برامج للتعامل مع التغيير كتغيير؟ يعني الآن
أنه مثلا كقيمة تغيير عندما تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهذه ليست خاصة بالثانوية، عندما ينطلق الولد يعني من بيته ويدخل إلى المدرسة الابتدائية، بالأساس يخرج من مجتمع ليدخل إلى مجتمع. هل نهيئه في البداية، لأن الأم اللي تشوف فينا يتهيئ في أولادها باش يعيشوا في مرحلة في مجتمع ابتدائي، خلينا في الابتدائية، كان عنده علاقة وحيدة وأوحد مع أمه، مع أخوه، مع أخته، اللي توفر له كل الوسائل، لكن ينتقل إلى الابتدائية حيث الأولاد وربما ضجيج، ربما تعايش. هل نهيئه لذلك؟ هل نهيئه بعدها للمتوسط المستوى؟ صحيح. لأنه عندما أتحدث عن التغيير والقيم، يعني أجد أن كثير من الأمهات تؤذي ابنتها أو تؤذي ابنها، لأنها لا تفهم أصلا المرحلة التي انتقل إليها ولدها وبنتها. كانت في الابتدائية تجيب 10 على 10، لكن في المتوسط الوضع الطبيعي أنه عندنا في البلدة عندنا 5 ابتدائيات ثم نروح المتوسطة مشتركة. هذه المتوسطة المشتركة معناها اجتمع فيها نخبة الابتدائية، فمعناها المعدل كان مقبل 10 الآن ممكن يصير 15 16، وهكذا. إذا قيم التعليم ينبغي أن تكون موجودة في مدرستنا، في متوسطتنا وثانويتنا، لننتقل بعدها إلى تسيير امتحاناتنا إن شاء الله. بوركت أستاذ، بارك الله فيك على هذه التوضيح المهمة، خاصة فيما يتعلق بالأخلاق. أستاذ عادل الحبيب، النجاح، ونحن لابد لنا أن نتحدث بإيجابية عن النجاح، هو قرار، لكن لا يكون وليد اللحظة أبدا. يعني إحنا رانا في ماي، لا يمكن أن نتحدث عن النجاح ونبدأ الآن في ماي، نبدأ منذ بداية السنة. أستاذ، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. في الحقيقة شيخنا وهو يتحدث عن هذه المعاني رجع بنا إلى الزمن الجميل، إلى زمن كانت فيه المدرسة تؤدي دورها، تؤدي ما عليها، وكانت الأسرة كما كان يحكي والوالدين يؤدون ما عليهم تجاه الأبناء. عفوا، لكن دعني قبل أن أجيب، وهي نقطة مهمة جدا، قضية التحضير المبكر، قضية التجهيز النفسي، التجهيز البدني، التجهيز حتى العقلي، وحتى التجهيز الفيزيولوجي يعني للامتحانات. الامتحانات بالنسبة للجزائري محطة مهمة جدا، ما هوش فقط للأسرة، إنما للدولة كدولة كامل يعني. والذي يتابع الامتحانات من إخواننا وأساتذتنا والإداريين يعرف أنه التحضير للامتحانات يبدأ من قبل الخروج إلى العطلة، ولهذا نعرف قيمة وأهمية الامتحانات، لا سيما ونحن نتحدث عن الامتحانات الرسمية، يعني نهاية مرحلة الابتدائية ثم نهاية مرحلة التعليم المتوسط إلى أن نصل إلى شهادة البكالوريا اللي هي ختام المرحلة تاع التعليم الثانوي، الذي ينتقل بعده الطالب كما ذكرتي من مجتمع، من بيئة محلية صغيرة بسيطة بضجيجها كما قال شيخنا، بما تحمله من كل المعاني، إلى مجتمع آخر اللي هو المجتمع تاع الجامعة، مجتمع البحث. طبعا مجتمع البحث، مجتمع الوعي، مجتمع الإدراك، مجتمع العلاقات المتشعبة الواسعة، مجتمع حتى التنقل إلى ولايات أخرى، لأنه في الثانوي يقرأ في حومته، أو إذا كثر يعني يروح في أطراف البلدية تاعه، الابتدائي يقرأ قدام الدار، المتوسط ربما يمشي شوية، لكن الجامعة ينتقل إلى ولايات أخرى، ولا سيما إذا كان اختيار تخصص دقيقا قد ينتقل إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. محطة مهمة، لأنه كل وزارات المعنية من الداخلية إلى التربية إلى التعليم إلى التعليم العالي إلى تتشابك جهودها، تشترك لتحضير الجانب التقني والإداري والمادي لهذه العملية. بالنسبة للأسرة محطة مهمة جدا، لأنه تركيز الوالدين كلهم، خلينا نقول على الأقل الوالدة يعني بدرجة أكبر، وتحية لأمهاتنا اللي رافقوا الأبناء والبنات، وتحسي مرات أنها تراجع المادة. مرات واحدة قالت لي الشيخ، قالت لي أنا واقي راح نجوز الامتحان، أعتقد أنه يعني يسجلوا يجوزوا يجيبوا، قالت لي أنا راني حفظت التاريخ والجغرافيا، وراجعت معهم التربية الإسلامية، وراجعت. فأمهاتنا يعني لشدة حرصهن على الأبناء وعلى البنات يراجعوا المقررات. أنا زرت شخص صديق في إدارة، فقال لي والله غير الدولة النوميدية، وقلت له يا شيخ أمين واش، قال لي والله أنا راني نراجع لابني. جميل. قال لي ومن شدة مراجعتي له ومتابعتي لمادة التاريخ، قال لي راجعت إلى الدويلات التي قامت في الجزائر، وقال لي راني نراجع، قال لي ولي جيد نقول له والله غير راي كذا وكذا وكذا. مهمة للعائلة، لأنه يرتبط مصير ابنها وابنتها
بما يعقب الامتحان كما قال الشيخ عمار. فما بعد الامتحان ليس ما قبله، ولهذا محطة مهمة، محطة مهمة للمجتمع كمجتمع. إذا حبينا نرقوا بأبنائنا وبناتنا والنشئة تاعنا، الذي يصنع الفارق هو العلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم كما جاء في الأثر، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا أراد أن يجمع فعليه بالعلم. وهذه الرسالة اللي لازم توصل أبنائنا وبناتنا، طلابنا والناس اللي يراهم في هذا المسار التعليمي، أنه إذا حبي تنجح وتمشي وتوصل إلى المراتب اللي راك متمنينها لابد أن تتعلم، أن تتعلم العلم، أن تتعلم المهارات التي ترافق المادة التعليمية، والأهم من هذا أن تتعلم كما قال الشيخ السلوكات. لأن المدرسة تعطيك مهارات تعليمية أو تعطيك معلومات معارف، وتعطيك مهارات تتعامل بها مع الحياة، وتعطيك أيضا سلوكات يغرسها فينا الأساتذة، يغرسها فينا الإداريون، يغرسها فينا المربون لموجودين داخل المدرسة. وأيضا نحتك مع الشلة تاعنا أو العصبة الصغيرة اللي رانا فيها معها في داخل المدرسة، ونتعلم منهم نرفض. لذلك مرات الأم تسأل تقول وهذه منين جبتها، يقولها أمي صاحبي هو اللي علمني هالطبيعة، صاحبتي هي اللي قالت لي على هذه الفكرة. وبالتالي هذا المجتمع إذا حبينا نوصله إلى رقي أبنائنا وبناتنا لابد أن يفهموا أن رسالة العلم ليست مرتبطة أبدا بالامتحان. وهنا ربما يأتي الحديث بعد قليل حتى لا نحرق المراحل. بارك الله. التحضير الجيد مهم جدا، ما هوش الفلاح يلحق شهر جوان أو جويلية ويبدأ الحصاد. طبعا هذا الفلاح وقتاش بدأ في أكتوبر وسبتمبر يحرث الأرض تاعه ويسقمها وينحي الطوب بالحجر وينحي ويبدأ يجهز. بعد يبدأ في نوفمبر لما تطيح زخات المطر الأولى يبدأ يسقم الأرض تاعه وجدها، ثم يغرس ويرمي البذور، ثم يبدأ يتابعها. كذلك المتعلم، المتعلم على مدار السنة وهو يوجد للفصل الأول للفصل الثاني للفصل الثالث والامتحان الرسمي. لهذا من زرع قبل الأوان وتابع زرعه وتابع المواد وراجع في حينه يعني قبل ما تلحق موسم امتحانات، لا شك في أنه سيكون مرتاحا وهادئا وبعيدا عن الضغط، بعيدا عن كل ما ينغص هذا الجو تاع الامتحان. ولهذا أبنائنا وبناتنا أنا أظن أنه الكثير منهم بدأوا قبل أشهر من الآن لتحضير هذه الامتحانات. سنعطي لهم بعد قليل بعض الملح وبعض الأمور التقنية والتجريبية حتى يستفيدوا من هذه الفترة المتبقية للامتحانات الرسمية، ويجوزوا امتحاناتهم بخير وعافية ويكونوا إن شاء الله من الناجحين. بارك الله فيك أستاذ، بارك الله فيك. إذا المشاهدين نشاهد هذا الاستطلاع الذي حضرته لنا الصحفية أمل خليفي، ونعود بحول الله. جيبي الباك تحلو لك بزاف بيبان، وما تجيبيش الباك تاني تغلقو لك بزاف بيبان. سما كي تجيبي الباك تحدي المصير تاعك، تشوفي واش راح ديري في لافونير تاعك، تشوفي واش كابابلي شوا تاعك وما اللي حدو لك الاخر الوظيفه تاعك في لافونير. الامتحان انا نشوف هو لافي، مالغي يقولوا لي دارنا بلي ماشي هو المصير وما نامنوش في فكره المصير، بصح كي شغل تشوفي بلي هذه الفكره هي اللي تبني عليها واش راهي في الفوتو. وزعما حنا الباك بلون دوك انا ندوزو نقولو شويه نورمال، بصح في الباك لازم نحطو راسنا بيان ولازم نحطو راسنا باش نشوفو حياتنا من حتى روح. عندي طموحات بزاف، طموحات هادو دوكا مركزين غير على الباك، مبنيين على الباك هذا سما هو صح. كابابل يحدد لك المصير تاعك المستقبل تاعك، مي ما نقولوش 100%، مي احنا نديرو اللي علينا وربي يوفقنا ان شاء الله. الوقت تاعنا هذا الباك تقدر تقول تستعملوه باش تطلع لافاك، بعد لافاك هناك على حساب انت واش تروح، كاين اللي يقدر يستعمل لافاك تاعو في الخدمه والمستقبل تاعو، كاين اللي ما يسحقهاش. واني وانا بنين عليه بزاف امور ان شاء الله نجيبوه ابري، باسكو سي قلت لك لو بروميير با اللي حي في لافاك تكمل بها الطريق تاعك واش راك حاب دير في لافاك. كهذا امتحان قادر تجوزو وتطلع لافاك وتكمل لافونير تاعك نورمال، قادر ما تجيبوش وقادر دير نوتخ فونير وتكون فيها مليح خير ما تطلع.
ما شاء الله شباب واعين، ويعني اختلفت آراؤهم بين الذي يعتمد على شهادة البكالوريا للدخول إلى عالم آخر، وبين من يرى في أنه المجتمع تغير، وأنه الحقيقة أنه الإحداثيات والمتغيرات تغيرت حتى يصنع المرء فينا نجاحه. أستاذ عمار، تعليق على الاستطلاع رائع. نعم ما شاء الله، يعني أعجبني يعني وعي الشباب، يعني وعي الشباب يعني بحقيقة الامتحان، ولو أنه خصوها بالبكالوريا يعني بشكل عام، يعني ليست الامتحان، لكن الأخير قال أنه ليس مربوطا بالنجاح أبدا، ليس مربوط نعم في الحياة. نعم، هذا اللي أنا أصلا حتى مصطلح المصيري يعني لست معه أكيد، يعني على قدر أنه هو امتحان مهم جدا وتترتب عليه أمور وكذا، لكن ليس مصيري. معناها المصيري يعني متعلق عليه حياتك. احنا ممكن هذا السنة لا توفق، ممكن السنة القادمة. احنا كمسلمين مصيرنا مرتبط بأشياء أخرى، مرتبط فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم حتى عندما نحكو على النجاح، يعني ربما أرجع إلى الخلف قليلا يعني بعد إذن الأستاذ، أنه نحكو نكونوا واقعيين، يعني نكونوا واقعيين. يعني مثلا الآن في كثير من الأحيان يكون ضغط الوالدين وأنه يريد أن يحقق ابنه ما فشل فيه هو. نعم صحيح. طبعا ليس عيبا، لكن ربما مؤهلات ابنك يعني لا تناسب التخصص الذي هو فيه، ربما المستوى الذي وصلنا إليه الآن في البكالوريا سواء كان مرتفع أو منخفض لا يمكن أن يحقق من خلاله تلك النقطة التي تؤهله لأن يدخل إلى التخصص الذي تحبه أنت في بعض الأحيان وليس هو. ربما التخصص الذي تريد أن يصل إليه لا يتناسب مع قدراته الاجتماعية والفكرية، يريد أن يكون طبيب جراح لكن ابنك لا يتعامل مع الدماء، لا يتعامل مع الضغوطات، لا يتعامل مع كذا. إذن احنا رانا نحكي أنه علينا نرجع قليلا نفهم طبيعة أبنائنا. الآن مثل العلم يحكي على أنواع الذكاء، يعني ربما يوجد ذكاء الاجتماعي، يوجد الذكاء العاطفي، يوجد الذكاء المالي. يعني أطفال صغار عنده ذكاء مالي كبير جدا، ربما لا يحسن يعني تلك المحفوظات، لا يحسن التعامل مع ضغوط الامتحانات أو كذا، لكنه يدير مشروع تجاري داخل المدرسة الابتدائية. صحيح. يعني فالآن هذا عندما لا يحصل علامة من 10 في الابتدائي يجيب 7، لكنه استطاع أن يسير مدرسة بكاملها، فنصير أنه هذا غير ناجح. وفي مقابل هذا قد يكون نجاح عند البعض تحصيل علامة مرتفعة، تحصيل والله آلمني ما سمعته من إحدى المدرسات في إحدى المدارس، وقد أتتني ببنت وقالت لي ترى هذه البنت هذه أحسن طالبة عندي، قالت لي إذا قلت لها السماء حمراء ستقول حمراء، مطيعة يعني معناها مطيعة، معناها لا الأستاذة شفتها أنه شيء إيجابي، شيء إيجابي. أنا لا أريد يعني أن أكون مثلا، ربما كان اللي يحفظ أكثر، ربما كان اللي مثلا عنده قدرات على الاستيعاب أكثر، لكن المشترك ينبغي. الآن تذكرت لي قبل نبدأ، فربما حتى في الكواليس طريقة حفظ القرآن الكريم، إحنا الآن نتعامل مع الطلبة، مع نجاح الطلبة، مع نسبة النمو. مع نسبة النمو هذا في العطلة الصيفية حصل 5 أحزاب، بدأ من 0 وصل إلى 5 أحزاب، والآخر حافظ 40 حزب لكن وصل 43. إذا ليس لا نحكي على أعلى، لا نحكي على أعلى حفظ، وإنما نحكي على نسبة النمو. يعني هذا الطالب الحمد لله قدراته الذهنية أنه يحصل 12 لكنه تحدى الصعاب وصل 14 واكتسب قيم، وهذه النقطة المهمة، اكتسب قيم تتعلق بكثرة القراءة، بذل الجهد، عدم الاستسلام، بذل قيم. يعني هو أحسن بكثير من إنسان ذاكرته خفيفة ما شاء الله بالمصطلح العامي، قاعد يلعب يدخل يدي 15، لكن هذا في أول منعرج خطير فيه تحدي. كثير منهم أخذوا 17 و18، دخلوا مثلا إلى الجامعة لغة مختلفة أو تخصص مختلف أو طبيعة البيئة المختلفة رصف في أول سنة. لا أتحدث أنه صعوبة، لكنه لم يتعلم على بذل الجهد، تعلم أنه يدخل معارك سهلة، يعني يوجد دعم مدرسي، يوجد مدرسة خاصة في بعض الأحيان توفر كل الوسائل لينجح، لكن نريد أن نتعلم مع التلميذ القيم. يعني هذا فكرة مصيرية لا أريد أن أقولها. نعم أمنيتنا أنه طالب يحقق أعلى معدل ليختار التخصص الذي يناسبه، مع فكرة أخرى تتعلق بالتخصص
انا خلوني كمواطن اقترح يعني يا اخي اللي تسمعوا فينا كمواطن اتحدث، لماذا معدلات مرتبطه بتخصصات على اي اساس تم هذا الاختيار؟ لانه احنا بعض الاحيان ننطلق من امور كمسلمه، يعني عليها ان اللي يجيب 16 يدخل هذا التخصص واللي يجيب 18 يدخل هذا التخصص، حتى انه يعني تصنيف هذه التخصصات لماذا هذا التصنيف بالمعدل وبالذكاء، يعني لماذا هذا التصنيف؟ يعني الان عند والله فلان جاب معدل ضعيف يدخل الشريعه، يعني صاحب الشريعه يدخل معدل ضعيف، فلان جاب معدل ضعيف يدخل حقوق، وفلان معدل كذا، يا اخي لا يناسبه، بارك الله فيك. خلاص انا اضع مقاييس خاصه بال يعني ما في اشكال، قال انا مهارات او يعني ماده لا يوجد اشكال، عندي 40,000 طالب الطب انه يدخل هذا التخصص، انتهى العدد، لا يوجد اشكال في المفاضله، لكن بعض التخصصات يدفع لها الطلبه دفعا، يعني اعرف من يوجه للغات يعني هو لا يرغب فيها اصلا، لا ادب عربي يوجه الى بعض التخصصات يعني هو تتنافى اصلا مع تخصصه، دراسه الاثار ايضا، يعني احنا لا نريد ان نسمي يعني تخصصات ربما يزحفوا منها يعني يزحفوا منا يعني مثلا اهل الجامعه، لكن لا لانه تعرضنا في مرحله ما لهذا وتجبر على يعني نعم. على تخصصات مرات لا تناسب حتى قيمنا بعضهم، ولا اسمح لي شيخنا هنا اسمح لي اتدخل في هذه الجزئيه، هنا ترجع بالسلبي على الطالب، وما اكثر الطلاب اللي راه عليهم الشيخ عمار الذين خلاص يعني يتنازل عن تخصصه ويعاود البكالوريا، وربما قد لا يحصل البكالوريا فيذهب الى اتجاه اخر بسبب هاته بين قوسين التي نسميها عراقيل حبينا ولا كرهنا، او نسميها سوء اختيار او سوء توجيه لرغبات الفتيه او لرغبات الناس اللي يجيبوا الشباب اللي يجيبوا البكالوريا. وهنا هذه نقطه مهمه جدا وهذه مشاهده بالعيان. تعرفي استاذتنا لما تخلص تخرج النتائج عشرات الطلاب، خلينا باش ما نقولش مئات الطلاب، على الاقل تحدثوا عن نفسينا، عشرات الطلاب يقصدون في هذا الباب، استاذ يقول لك انا جبت البكالوريا ووجهت الى هذا التخصص وانا كاره له، راح نبلوكي العام او راح نحبس او راح نعاود البكالوريا، وهنا نقع فيما يذكره الشيخ الان. نعم يعني يعني هذا امر مرات حتى قيم تتخالف يعني تختلف اصلا، يعني يبحثوه موسيقى وحافظ قرآن يعني يدخل الى شريعه، نعرف من يدخل شريعه هو اصلا يعني ما نقولوش انه ليدخل الشريعه، احنا رانا معناه كي يدخل الشريعه معناه هو مؤهل ليتكون ليصبح داعيه الى الله، يصبح معلم صحيح. لكن هو بالاساس يعني احنا مع القضاء على فكره الثانويه الشرعيه التي كانت موجوده، اللي كانت رافد للثانويه للجامعه يعني معناه يدرس توجه شرعي ثم يكمل في الجامعه، لكن الان يدخل الى الجامعه هو لا يحسن حقيقه، مش مجازا، لا يحسن قراءه الفاتحه، طلبة في الجامعة يقرأ القرآن لا يحسن قراءة الفاتحة، يقول لك أنا المعدل هذا الخيار اللي أعطوه لي، يعني فنريد أن تكون عندنا مراجعات لفكرة الامتحانات. حتى الأمر الآخر يعني التقيت مع يعني أكرمني الله طالب عندي ختم علي إجازة، هو الآن مدير مركز إسلامي في أريزونا في أمريكا، قال لي يعني هو مسؤول على القسم الإسلامي في هذا المركز في 1200 مسلم هو المسؤول عليهم. قلت له يعني كيف الامتحانات؟ قال لي احنا عندنا الامتحانات، يعني يؤسف له ان نقول امثله خارجيه. قال لي الامتحانات خطا الطالب يحاسب عليه الاستاذ، يعني كيف هذا الاستاذ نجحه عنده معدل 80% وانت نجحه عندك 30؟ قال لي الامر الاخر انه الطالب لا يعدم تكرارا لامتحانه حتى يحصل، الهدف هو انه يتجاوز هذا المرحلة ولا الهدف أنه حصره في يومين أو ثلاثة؟ نعم. الفكرة الأساسية هو أنه حصل هذه المعلومات التي يشترط أن يحصلها ليتجاوز تلك المرحلة. نعم. طيب عليه أنه في تاريخ كذا، وإذا ما فاتش في تاريخ كذا راح له عام كامل. صحيح. كان مريض مساكن كي يتأخروا يعني وقت عندهم عذر في حتى نكونوا واقعيين في اليابان، ويؤسفني أنه نعطي أمثلة بالله، في اليابان تذكرة المترو أو الحافلة تستعمل كتبرير حتى في المحكمة،
لانه القطار في حاله ما اذا تاخر دقيقه سيعطيك قرينه، تعتبر قرينه، قرينه وشهاده تقدمها نعم. للمدرسه انه تاخر تقبل تاخر لها. احنا الان نكون واقعين مع وسائل التاخر التي نعرفها، مع وسائل النقل المنعدمه في بعض الاماكن، الازدحام في بعض الاماكن، فعندما يقصى تلميذ نعم ناخذ اجراءات تتعلق بالغياب بالتأخر بكذا، لكن لا يعني نكون واقعيين، يعني 5 دقائق أقصي طالب وراح له العام، حتى العام الجاي راحت له السنة. إذا بعض المعطيات لابد أن تعاد دراستها ومراجعتها. نعم، طبيعة الامتحان، طبيعة التخصصات، طريقة حتى الامتحانات. نعم، ضع كاميرا، يعني ضع كاميرا وخلي الناس الكل يعني أمامك من غير غش، يعني لأنه عندنا إشكالية الغش. اتركوا الطلبة يختارون تخصصات تناسبهم، حينها سيبدعون. مع مطالب طالبنا بها في أكثر من مرة أن نصل إلى متوسطة العملية وأن نصل إلى الثانوية العملية التخصصية، بمعنى يعني حتى اعمل ما تحب لتحب ما تعمل. أكيد الإتقان مرتبط بالحب، يعني الإنسان إذا أحب شيئا أبدع فيه، أتقنه. احنا يعني للأسف الآن ربما كمدرسة يوجد إيجابيات كثيرة، مناش ننكرها، يعني فضل كبير لمدرستنا علينا وجامعتنا وكذا، لكن أحكي على أنه الطالب الجذع المشترك ضعنا فيه كثيرا، الجذع المشترك في المتوسط وفي الثانوي وفي حتى في الجامعة. التخصصات المباشرة، يعني الآن في دول مسلمة وغير مسلمة عنده في المتوسط يدير تخصص، يريد هذا أن يصبح ميكانيكي من الآن يوجه للميكانيك، يبدع أكثر وينفع أكثر ويصير حتى عملي، يعني في المتوسط يدخل إلى مصنع، والثانوي يصير مشارك في صناعة، يصل إلى الجامعة يفعل مشروعه الخاص. لكن الآن عندما نتأخر في تحديد مصير أبنائنا ونربطه بامتحان مؤقت جدا، يومين ثلاثة، إذا مرض، إذا خاف، إذا غاب، إذا تحصل ضغط، إذا ما وصلش كذا، يعني فإشكال، يعني الحقيقة إشكال كبير لهذا. نقول كل واحد أنه امتحان البكالوريوس ليس مصيري، نعم إذا ربي سبحانه وتعالى وفقك لأن تأخذ أعلى العلامات وتحصل تخصص الذي تريده فهذا يعني بفضل الله تبارك وتعالى أن وفقك للجهد، لم توفق لذلك ما زالت الفرص أمامك. آخر ما أختم به يعني في هذا النقطة، وهو أنه تسييرنا لسنوات الطالب للأسف ينبغي أيضا أن تراجع، لأنه ظهرة الإبداع عند التلميذ قد تضيع. يعني الآن الطالب يروح 18-19 مش يفوت بكالوريا، ثم إذا دخل الجامعة راحت في 5 سنين 6 سنين، ثم بالنسبة للرجال يعني عنده مثل الخدمة الوطنية، ثم حتى يخرج يعني يلتحق متأخرا جدا بعالم الشغل. القيم التي ترتبط بعالم الشغل يفتقدها الآن، هو في الثانوية يخدموا عليه، في الجامعة ينفقون عليه، الآن متى يتعلم، متى يضع يديه؟ فينبغي مراجعة هذه الأمور يعني ليكون الإنتاج أكثر إن شاء الله. بوركت أستاذ. إذن مشاهدينا، يرفع على ما سامعنا أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر وما جاورها من مدن، فلنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن مشاهدينا الكرام نذكر بأرقامنا الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتلقي اتصالاتكم. ومعنا أم محمد من معسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا. كيف الحال أم محمد؟ كيف الحال؟ عندك امتحانات؟ عندك ممتحانين هذه الأيامات؟ لا لا خلاص أنا اللي شيباني اللي عجوز أني نستنى فيكم أنتم مبروك. الله يحفظنا عندنا الله يبارك. أنتم وأولادكم إن شاء الله ندعو لهم إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا يا رب. بإذن الله. إن شاء الله يا رب. السلام على معلمينا في هذه الأمسية المباركة أستاذ رقبة شرفي والأستاذ عادل حبيب. وإن شاء الله يا ربي وفقني ربي ونقول واحد الكلمات خارج ما جا شوفي بعيد بنتي. وسلام على كل أوفياء على كل حال المستمعين بعد وقرب وكل شيء. نعم. على كل شوفي إيمان بنتي أنا أقول لك واحد الكلامي بعيدا عن هذه التنمية البشرية والتدريبات والآخر وهذه النظريات والتنظير وكذا. كلمة أم وكلمة أستاذك بمثابة الأم. نعم. عشت مراحل الثلاثة في التعليم بنتي إيمان. ما شاء الله. عشت مرحلة الأخت وعشت مرحلة الأم وبقيت حتى بارك ربي في عمري حتى عشت مرحلة الجدة في التعليم. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك فيك. نعم نقولها لك هكا بكل يعني من الآخر كما تقولوا أنتم في عاصمة من الآخر هكذا. شوفي والله الذي لا إله إلا هو هذه تاع أبنائنا والامتحانات وهذا الطوارئ وهذا كذا وهذا كذا والله هي تحسين العلاقة بيننا وبين الله عز وجل. نعم نقولها لك يعني شوفي بيننا وبين الله عز وجل ذاك هو المنطلق. أستاذ في المدرسة أستاذ في القسم يحسن معاملة التلميذ اللي راه عنده يعني مشي ولده يعني تلميذ عادي هكذا تلميذ يحسن المعاملة تاعه ويدرسه ويتعب عليه وكذا رب العالمين يعوضه في ولاده. هذه واحدة. ثانيا طبيب ثاني في المحل تاعه كل شيء بنتي لأن هذه دين بنتي هذا دين يولي لنا أمانة وإخلاص قبل الآخرة صراحة يعني. نعم. في الدنيا قبل أنا نقولها لك بنتي عن تجربة مع أولادي اللي هم أولادي ومع التلاميذ تاعي والله يا بنتي كي نحسنوا النيه ونصدقوا مع الله عز وجل كل هذه الامور وهذا الطوارئ وهذه النساء مساكن هذه الايامات الامهات خاصه شادين رؤوسهم وكذا ولدي راه عند اختبارك المشكله وين راهي بنتي اين اصبحت في المقارنه ودائما نقولوها في قناتنا المباركه مع الاساتذه تاعنا عندما نقارن ابنائي وابني مع الاخرين يحدث ما راح حدث الان هذا الكسب وضغطنا على اولادنا وهالدورات وكذا وكذا ولا احنا قرينا كيما هكا بنتي احنا مواتنا كان اميات. نعم. كانت امي الله يبارك في عمرها ويشفيها راهي شويه مريضه والله يا بنتي ما قرات ما حتى شيء صور قراوهم عباتهم وجدودهم اللي كانوا يقروا القران
والله يا بنتي درستنا كيما راه نقولوا ذوك تاع التنميه البشريه، غيب العقل غيب الطبع، اقرا في غردك، اقرا صلي دعي رب العالمين، تحسين العلاقه مع رب العالمين. يعني سبحان الله والاجيال تغيرت والطرق تغيرت. ينتقدني ولا حاجه ولا عندها سؤال يتفضل يقولها لي، معليش انا مستعده للسؤال تاع على كل حال. بارك الله فيك. هذه هي ايمان بنتي، شوفي من كل نقولها لك بكل صدق بكل صدق، راهم الامهات يسمعوا فيا. ربما تقول لي الجيل تاع ضروك ماشي كيما جيلكم انتم، يعني اقصد الجيل اللي قرينا احنا قبل خمس سنين ولا ست سنين. هذا هي كل جيل عندها بنتي مواصفة تاع، ولكن هذا التعامل الاولى، ونستعينوا بالدعاء بنتي والصلاه وكل شيء العلاقه مع رب العالمين، وكل واحد راه في وظيفته. شوفي انت بنتي راكي في هذاك المقعد الذي اقامك الله فيه ما شاء الله، ونعم المقعد بنتي، راكي في قناه القران الكريم. نعم. وتجي هذاك هذه الجلسه وديريها من بنيه الاخلاص وكذا، أكيد. والله يا بنتي تفتح لك واحد الابواب تاع بركات وخيرات ومسرات. دوك نبكي والله يا بنتي ما تأمني، وش الجزاء والثمار اللي تشوفيها. بارك الله فيك يا دعيلي دعيلي يا تضيع ودائعه، دمت لنا أحبة في كل مكان. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، في أمان الله حبيبتي. بارك الله فيك، شكرا على كلامك جميل جدا. بارك الله فيك، ربي يجازيك، شكرا لك. في أمان الله، في أمان الله. أستاذ عادل اسمحي لي وأعلق على أم محمد. أولا أم محمد ربي يبارك في عمرك، وربي إن شاء الله يجعل ما قدمتيه في ميزان حسنات. أنا حديث عهد بمعسكر، كنت قبل يومين في معسكر في دار قيادة الأمير عبد القادر، وفي عند شجرة الدردارة وعند زمالة الأمير عبد القادر، ومررنا بمغارة بوجليدة. هذه محطات تاريخية، وخذينا فيها مجموعة من شباب الجزائر العاصمة ليستذكروا تاريخ الجزائر. لهذا وأنت تتحدثين استذكرت الأستاذة المربية، الأستاذة الرسالية، وهذا الذي نريده من أساتذتنا من معلمينا. ماهوش المعلم الموظف، الأستاذ الموظف اللي يدخل أني رايح نقري، لا، الذي يذهب إلى المدرسة ليعلم لكن ليربي أيضا لكن ليوجه أيضا. فقلت ثلاث كلمات مهمة، قلت كنت أختا وأنت عزباء، فصاحبتي الأبناء تاعك وبناتك على أساس أنت أختهم الكبيرة، وهذا الشيء اللي يخلي يغرس في نفوس ناشئتنا وأبنائنا حب التعليم وحب المادة التي تدرسها المعلمة وحب العلم بشكل عام وحب المدرسة. ثم بدرجة أكبر، وأنت زوجة كنت أما، تعرف لما سبحان الله يعني من ما حسن أخضر أني جربت أنا الابتدائي أيضا والتعليم في الثانوي، فأحس ببعض ما تشعرين به. تعرفي الطلبة لما المعلم يعاملهم ماهوش على أساس المعلم فقط، بل على أساس المربي والأخ والصديق والزميل، يغرس فيهم ما لا يستطيع الدوارات ولا التأهيلات ولا اللقاءات الصغيرة. بعض الأحيان حتى الآباء والأمهات لا يستطيعون الغرس، خاصة في المرحلة العمرية. نعم. يقول لك الشيخ تعيش ابني عنده ظرف الفلاني والحالة الفلانية، لو يحكي لك تفاصيل اللي ما يحكيها حتى واحد، فيقول لك لو سمحت عاوني في ابني، اغرس فيه هذه الفكره وهذا المعنى. لذلك ما ذكرته محمد انا وافقك تماما الى ابعد حد، من انه الاساتذه هم الذين يغرسون في نفوس نشأتنا هذا الحب وهذا. وتحيه طيبه لجميع الاساتذه. ايضا مشاهدينا ايضا نستقبل محمد الحافظ من تقرد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي محمد الحافظ، مساءكم سعيد ودام إن شاء الله عودكم ودام وفاؤكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. تحية لضيفين الكريمين أستاذينا الجليلين، رب إن شاء الله ينورنا بحضورهم ولا يحرمنا من مرورهم إن شاء الله تبارك وتعالى. في بداية الأمر الأول، تحية الأم النافعة النافحة أم محمد. نعم. دائما تعطينا من تجاربها ولا نستطيع أن نتخلى عن لمساتها، يعني صراحة أنا لو كان يخيروني بأن أعطي لها الفرصة قبلي، ودائما ما شاء الله تجي قبلي، ولكن لو كان يقولوا لي حبس ما تكلمش نقول لها راك تكلمي أنت أفضل. جميل جميل. أنا تلقى دائما تعطينا مفاتيحا أخرى، يعني هي إضافة كبيرة في قناتها، صلى الله عز وجل أن يديمها علينا. أمين. الأمر الثاني هي أختي إيمان، هي نوجه التحية للأخ عبد الرشيد وبكري لأنه دار واحد الدورة في مسألة تحضير الامتحانات المصيرية. ممكن مداخلتي في مختصرة في ثلاث نقاط، تتحدث عن تحديد المصير وتحديد المسير، امتحانات تحديد المصير وامتحانات تحديد المسير.
دار تجربة في دورة فيها تحضير للامتحانات المصيرية في مادة الشريعة الإسلامية، كيف نراجع مادة الشريعة الإسلامية، كيف نأخذ الثمار من هذه المواد اللي هي تتعلق بالشريعة الإسلامية خلاف ومقارنة بالعلوم الأخرى. وجاءنا نسمع يعني كثير من الدورات في كل الجهات، يعني في كل أقطار الوطن، ما يتحدثون عن مراجعة التاريخ والجغرافيا اللي هي يرونها صعبة التلاميذ الذين مقبلون على الامتحان المصيري، وكذلك العلوم الأخرى يعطون لها بعض التقنيات وبعض الأمور التي تتعلق بالأمور الحديثة، إلا أن جانب الشريعة الإسلامية ومراجعة المواد بتاع الشريعة الإسلامية لا يعطى لها. فكانت هذه اللفتة من أخ عبد الرشيد من حيه، يعني فريدة من نوعها، وكذلك جداً. فيها ثمار جديدة جدا، يعني ما عندهاش بزاف من اللي دارت، وربما تدار مرة واحدة أخرى. حفظ الله عليك أختي إيمان. الجانب الأخلاقي الذي أردت أن أتحدث عنه هو الجانب المسيري، بين تحديد المصير وتحديد المسير. ربما كل طالب وطالبة يسعى جاهدا في هذه الأيام، في بداية العام ولا في وسط العام ولا في آخر العام، يكون مستعد لأن يقرأ ويراجع ويحفظ ويبحث ويجعل كثير من الأمور التي تلوح في الأفق من كثير من الأشياء التي لابد أن يقرر فيها مصيره. لكن حيازة هذه الشهادة، شهادة ليسانس ولا شهادة الماجستير ولا حتى الدكتوراه أو الأستاذية، هي تحديد مصير لا شك في ذلك. لكن المصير ماذا هو؟ مصير دنيوي، مصير علم، مصير العمل، مصير تأمين المسألة تاع الدنيا، العيش، الزواج، ما يتعلق بكثير من الأشياء بهذا المصير الذي هو امتحان مصيري يأخذنا إلى الدنيا. يتطلب دراسة عدد هائل من الكتب باعتبار هذه المراحل الدراسية كلها. لكن التخطيط للمسير أختي إيمان، يعني يا حبذا لو أستاذنا عمار وشيخنا عمار يعطينا مقاربة دينية في هذه المسألة، والشيخ الأستاذ سداد الحبيب ما اسمه، نعم، يعطينا مقاربة اجتماعية في هذا المجال. لكن تحديد المسير الأبدي لا يحتاج إلى الأستاذ أن يراجع لك، لكن يحتاج إلى ربانيين، يحتاج إلى أناس قرآنيين، يحتاج إلى أناس يعلموننا كيف ندمج بين العلوم الدنيا وبين هذا الامتحان الذي هو محدود، أسئلته معروفة ومحدودة. لكن الامتحان الآخر الذي هو امتحان مسير، أسئلته من ربك، من دينك، ما هو نبيك، يعني مسألة الأخلاق تأخذنا إلى هذا الجانب، فنأخذ منها الكثير. أحسن الله إليك أختي إيمان وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليك، بارك الله فيك على هذه المكالمة. أستاذ عبد الحبيب، نواصل دائما مع التوجيهات والنصائح التي يمكن أن نقدمها للمقبلين على هذه الشهادة المصيرية، يعني حتى صغار السن. صحيح، شوفي هما خوتنا وأساتذتنا المعلمين والمعلمات سبقونا إلى هذا مع أبنائهم وبناتهم، لكن هذا لا يمنع من إعطاء بعض اللمحات هكذا على السريع، وليستفيد منها أبنائنا وبناتنا، وليستفيد منها الآباء والأمهات أيضا. أول شيء قبل ما نروح للأبناء نروح للآباء والأمهات. الآباء والأمهات نقول لكم رسالة مهمة جدا، وديروا عليها ثلاث خطوط حمراء. لا تحرصوا أبنائكم، ما تزيروهمش، نقولها بالدرجة حتى تفهموها مليح، ما تزيروش أولادكم، ما توقفوش عليهم كالشمعة التي تبقى واقفة حتى يخلص اللهيب تاعها، لأن هذا يأتي بالسلبي على الأبناء، على نفسيتهم، على تركيزهم، على تحضيرهم. العبارات التي تدور في فلك التحضيرات على الأبناء، بلك يفوتك فلان، بلك بنت عمك تفوتك، وصاحبك اللي في المدرسة، المقارنة تأتي بنتائج عكسية ووخيمة على الأبناء. لكن أستاذ، ربما أنا كأم أقول في هذه النقطة، ما يمكن أبناء اليوم ليسوا أبناء البارحة، ليسوا كجيلنا، لكن اليوم لو تخليه يعني مجرد ساعتين ثلاثة سيبوا خارج عن جو الدراسة، خارج عن جو الامتحان، الهاتف، التلفاز، الألعاب الإلكترونية. نوجههم إلى المرافقة والملاحظة، ماروش أنك تضغط. أن ترافقه وأن تلاحظ ما يفعله شيء، وأن تقوم مقام الحارس، أن تقوم مقام الإنسان اللي يبقى يتبع فيه في كل صغيرة وكبيرة، هذا الذي يأتي بنتائج عكسية. لهذا المرافقة مطلوبة، الحرص مطلوب، لكن برفق، لأنه بعد الامتحانات يبانوا النتائج. مع الأسف في جولة مع مصالح الدرك الوطني والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن، الكثير من الحالات التي حدثت من الهروب من الأسرة من المنازل، الكثير من حال بعض الحالات الحمد لله أنها محدودة، من حالة محاولة الانتحار
هي الخوف من الوالدين، الخوف من النتائج اللي تجيبها الابن. يا سبحان الله، نتيجة امتحان مهما كان هذا الامتحان، إن شاء الله بكالوريا، هل هذا يعطيني الحق أني أو يخلي ابني يروح يفكر أنه ينتحر أو يهرب من البيت بسبب الخوف من الحرص الزايد على الوالدين؟ هذا الحرص الزايد اللي راني نحكي عليه ما هوش الحرص العادي أو اللي فيه شوية زيادة عن اللزوم. ولهذا أبائنا وأمهاتنا نقول الحرص الزايد اللي خارج الإطار تاعه هذا لا أنصح به تماما. بعض النصائح لأبنائنا وبناتنا المقبلين على الامتحانات، تلموا يركزوا بزاف في الامتحانات والمراجعة، ينسون أمرا مهما. ما تقولوا لي قسم المواد العلمية والأدبية وصبا، نقول لكم لا، الأمر رقم واحد هو الأكل الجيد. الأكل الجيد، الإطعام الجيد هو واحد من العوامل التي تساهم في نجاح ابنك ونجاح ابنتك. صحي. الأكل الجيد الصحي طبعا. نعم. يشرب قهوة صباح مليح، قهوة حليب تاعو مع فاكهة مع عصير مع شيء اللي يطلع له الطاقة والإنرجي تاعو، مهم جدا. الفطور في وقته أيضا مهم جدا، العشاء في وقته أيضا مهم جدا. لماذا؟ لأنه الجسم الذي يفتقر إلى الفيتامينات، يفتقر إلى القوة، مستحيل أن يركز لا ذهنيا ولا عقليا ولا جسد، تلقاه خامل، تلقاه غايس، تلقاه يرقد وهو يحضر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما يقابل الأكل من النوم وقتا كافيا. صحيح. كثير من الآباء والأمهات يقول لك والله غير خليه، معليش يضرب الضربة على الخمسة تاع الصباح ومن بعد يرقد لحداش. ليالي البيضاء. طبعا لنوي بلونش أو الليالي البيضاء، أنا أحكي عن تجربة يعني من خلال أم محمد ومن خلالي ومن خلال الشيخ عمار والذي جرب. إحنا جربنا قبلكم الامتحانات بسكونوا على بالكم. كانت أصعب. كانت أصعب، ولازلت إلى الآن أخاف الامتحانات، لازلت مقبلا على بعض الامتحانات في مرحلة الدكتوراه، أو خليني أقول بعض الرتوشات مع المشرف. أنا نخاف نهار جدالتي باش نتلاقى معاه. يقول لي عاد، نقول له الشيخ تبقى دائما، يبقى دائما امتحان امتحان. لهذا النوم، النوم الكافي اللي هو من 6 ساعات 4 إلى 8 ساعات 6 ساعات لابد أن يكون نوما كافيا. على لأنه النوم يخلي أعضاءك وجسمك والزورغان تاعك يرتاحوا، العقل تاعك ومخك يرتاح، وبالتالي تنال قسطا من الراحة اللي قادر غدوة منك تعاود تبدأ نهارك من جديد. وهذا النوم جداً. أستاذ استسمحك، أنه هذا النوم، أهمية النوم لماذا أستاذ؟ علميا أثبت أنه النوم يسمح للإنسان بالتخلص من القلق والتوتر. طبعاً. وهذا القلق والتوتر ماذا يضع في الجسم؟ الأدرينالين. الأدرينالين ماذا يبقى تفعل؟ يبقى دائما مفرز، تغلق كل المفاتيح في المخ لحتى لأنه الأدرينالين هي وسيلة دفاع. هذا الدفاع ماذا يفعل؟ يغلق على المخ، لا يفكر، لانه النوم يساعد على تخفيض الادرينالين في الجسم. هذا اللي يخلي دائما الافرازات. بارك الله فيك. تبقى دائما الافراز، يبقى دائما تقهدر هكا، يحرك في روحه ورجليه، يوسيب شعره، لكن اذا نام جيدا لكن النوم ينقص بدرجه كبيره، الافرازات تذهب وبالتالي عاود يبدا من جديد. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثه وهو المهم جدا، حكى عليه محمد الحافظ وانا نعاود ناكد عليه، الكثير يقول لك والله غير تيم راني مضغوط، خلينا نلم الصلوات تاعي. والصلاه هي المفتاح تاع الراحه تاعك. صح. 10 دقائق لصلاه الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حبذا لو تذهب الى المسجد ايضا، تروح للمسجد تغير هذاك الجو اللي راك انت فيه، مهم جدا. فالصلاه تخليك تعطي لك راحه الى نفسيتك والى جسمك والى. لو تكون يعني رساله مع المولى عز وجل هكذا، رساله نقولها لله عز وجل، حتى وان كنت انا في امتحان، حتى وان كان هذا يعني اعتبره مصيري، الا انني الجا اليك. ما هو الاعظم، الامتحان ولا الجهاد؟ ياك الجهاد طبعا، هذا جهاد وهذا جهاد، طالب العلم في الجهاد، هو في الجهاد، لكن في الجهاد وعندنا صلاه. نعم. عندها كيفيتها وخصوصيتها. وبالتالي المواظبة على الصلاة في هذه الفترة تحديدا تخليك تكون قانع ومرتاح وتكون كالم. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، على حسب التخصصات، ترتيب وتقسيم المواد على حسب التخصص تاعك بين الأدبي وبين العلمي وبين التقني. طبعا هو الشائع عندنا واللي يجيب نتيجة هو أنه كل واحد وتخصصه. العلمي، المواد العلمية لابد أن تبتدئ بها. علاش؟ لأنه تركيزك راح يكون 100%، بداية يومك راح تكون ممتازة، يعني راك مركز، راك مصحصح، راك جسمك عنده قابلية للانتباه، قابلية للملاحظة، قابلية للتركيز، وبالتالي تبدأ بهذا المواد. لكن هذا لا يعني أن تغفل باقي المواد. وهنا نفتح قوس نقول لإخواني المقبلين على الامتحانات الرسمية،
ما كانش حاجة اسمها مواد أساسية ومواد ثانوية، كل المواد على قدر واحد وعلى قدم واحد من المساواة. فالمادة اللي ربما تحقرها بين قوسين يقول لك والله معاملة ثلاثة معاملة اثنين، هي عفوا هي المادة اللي قادرة تعاونه المعامل المعدل تاعك، قادرة تعاونك، وبالتالي الإنسان يقول لك لا لا والله غير معليش هذه نخليها لا خلي انه معدلها اثنين، لا لا تقعوا في هذا الفخ. واحدة من الملاحظات المهمة جدا، ابتعدوا عن الجماعات الكبيرة جدا في المراجعة. المراجعة اللي فيها شلة صغيرة 3 4 5 مجموعة صغيرة عندهم نفس القدرات نفس الاستعدادات نفس الآمال اللي كانوا يحكيوا عليها شبابنا مقبل في الفيتيار الممتاز اللي شفناها مقبل، عندهم نفس الآمال أنهم يجتازوا هذه العقبة تاع الثانوي ليصلوا إلى مرحلة الجامعة وليخطوا طريقهم كلهم في مجال معين كلهم في اختصاص معين. كثرت اللقاءات أو كثرت الجلسات اللي فيها الغاشي بزاف تخليك يذهب تركيزك ويتشتت فكرك وتأتيك المعلومات تاع آخر لحظة تخليك تبعد كامل على المصير تاعك ونخلي بعض الأسرار الأخرى طبعاً. أستاذ بارك الله فيك أستاذ، أستاذنا في الأخير بقي أعتقد قال لي وائل بقي من الوقت 6 دقائق، فهذه 6 دقائق أستثمرها معك أستاذ وأنت القائم على حفظة كتاب الله، ونعلم كلنا تلك المسؤولية الثقيلة الكبيرة، نصائح توجهها إلى حفظة كتاب الله يمكن أن يستفيد منها كثيرا الطلبة والممتحنين بحول الله. بارك الله فيك، أنا أثمن ما تفضل به الأستاذ، يعني نعم يعني نصائح قيمة أكيد. لأساس الأمر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإحنا نفرح حين نلتجئ إلى الله ثم إذا مسهم الضر فإليه يجأرون لعلهم يرجعون، وما يعني الآيات الكثيرة التي تحثنا. فالبكالوريا فرصة لامتحان، في المتوسط في الثانوي فرصة لأن نرجع إلى الله، الله يفرح بعودتنا ويفرح باستسلامنا بين يديه، يا ربي أنت من رزقت الذاكرة وأنت تحفظها، سبحان الله، وأنت من يسرت أن ننجح في هذه السنوات، وأنت من ييسر الأمر في السنوات القادمة. الدعاء والدعاء ينبغي أن يكون فيه تأدب مع الله، يا رب أنا أريد أن أحصل البكالوريا، أريد أن أنجح في دراستي، لكن اختر لي الخير حيث كان. جميل. لأنه من قلة الأدب مع الله أن تقترح على الله، وهو من الاعتداء في الدعاء، خيرة فيما اختاره الله، وهذا واقع ملموس ومعروف. فناس تتمنى هذا السيارة والآخر دار بها حادث، والآخر كان يتمنى يروح في هذه الرحلة ومات في الطريق، والآخر اختار هذا التخصص لكن سنتين ثلاثة تركه. فلهذا ترك سلم أمرك لله تبارك وتعالى. الرسائل العامة التي نوصي بها الأولياء أن يوفروا الجو المناسب لهذا الممتحن، يعني يوفروا له الجو من غير ضغط ومن غير إهمال، الجو العائلي بعيد الجو عن العائل. نعم. بين الوالدين، نعم. أو بين العائلة والأسرة، من غير ضغط، صحيح. فيه مقارنات ضغط الامتحان، من غير ألفاظ مكبلة جارح. رأى أبنائنا سواء جارحة أو مكبلة، يعني انت اللي دنا المستقبل تاعنا معتمدين عليك، انت خير من خاوتك، ما تبهدلناش، انا نستناو. نعم هذه الأثقال، نعم مزعجة جدا، هذه الأثقال التي يحملها وداخل الامتحان. أعرف من البنات من تطاير شعرها صمتا، لكن تذهب إلى الطبيب وقال انت مشكلتك انه هذا الضغط الذي عليها. الرسائل لأبنائنا اللي يخوضون امتحان، والله يتكل على الله، صلي صلاتك في وقتها، اقرأ القرآن، نم بشكل جيد وكل بشكل جيد، لأنه من لا يحسن الراحة لا يحسن العمل. ثم بين يدي امتحانك اسأل الله أن يوفقك، اكتب ما تعرف، ركز على ما تعرف، الحاجة اللي ما تعرفهاش تركها إلى حين. الأمر الآخر الآن وقت الحصاد، فقدم ما تعرف، لأنه بعض الأحيان طلبة يروحوا يشتوا أنفسهم نطلع على هذه، يبتعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي والتشتيت الذهني، هذا السوجيا وراح يجي توقعات. هذا التوقعات قالوا داروا صنعوا، أنت ركز على ما تحسن، يعني أقل شيء حتى تحسن 50 جي منها 30 تنجح. لكن إذا كان مثلا شتت نفسك
النصائح الأخرى اللي أتمنى أن تصل رسالتنا إلى القائمين على الامتحانات، أساتذتنا الأفاضل، المدراء، يعني أن يهيئوا الظروف، أن يهيئوا الألفاظ المناسبة، الجو المناسب، يعني فإذا توفرت هذه العوامل إن شاء الله أبناءنا ينجحون دنيا وآخرة، ينجحوا في امتحانات مصيرية كما تسمى، وينجحوا في مسيرهم. والنجاح الحقيقي أن ننجح عند الله تبارك وتعالى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن نفوز في الدنيا والآخرة. عظيم يا رب العالمين. شكرا لك أستاذ، شكرا على كل ما تفضلت، ونسأل الله التوفيق لأبنائنا. شكرا أستاذ عادل، بارك الله فيك، شكرا على الإخلاص، بارك الله فيك. مشاهدينا أيضا رسائل مهمة أيضا للقائمين على العملية التعليمية والمراقبين أيضا، هؤلاء أبناؤنا، لكن نرجو أن تعتبروهم أيضا أبناؤكم. كلمات جميلة، وجه جميل، كلمة حسنة، كل ذلك من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، الرسول الكريم المعلم الأول. أيضا رسالة للأولياء، خاصة للآباء، لأن الأمهات دائما مرافقات، دائما سند للأبناء، لكن الآباء دائما كلامهم قليل وكلامهم مؤثر جدا. الآباء لابد أن يقتربوا من أبنائهم في هذه المرحلة. أيضا الدعاء، الدعاء مفتاح، أكبر المفاتيح في العالم، أكبر المفاتيح في هذه الدنيا هو الدعاء. نسأل الله التوفيق للجميع، نسأل الله التوفيق لأبنائنا في السنة الخامسة في تقييم المكتسبات، في الامتحانات الانتقالية، في أيضا في المتوسط، سنة رابعة متوسط، في الثانوي بكالوريا. إذا مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا بحول الله، مواصلون دائما في هذا الأسبوع. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم.